أدليت النهاردة بصوتك يا فندم. طبعا. طب لازم يعني. لازم ليه يا أستاذ حسين؟ لأن ده واجب علينا كمواطنين إن احنا نختار من ياخدنا. ده واجب، والدول المتحضرة في العالم كله شايفة إنه يعني الإنسان المواطن في أي دولة متحضرة في شيئين مهمين بالنسبة له، بيقول لك دايما أنا دافع ضرائب. أيوة. أنا ليا حق في هذا المجتمع، وأنا اخترت من يحكمني. الاثنين دول أهم ما يعني يوصف به المجتمع المتحضر والمجتمع اللي هو له تاريخ كبير زينا في مصر. يعني احنا دولة عظيمة جدا شافت الكثير، وكان لنا دايما مواقف عظيمة جدا تاريخيا يعني.